هتجوزك ازاي يا مشتاق؟ ده انا متجوز اتنين يا بيت. وماله؟ يبقوا تلاتة. ايه ثم انت قد بنتي، حد يتجوز بنته؟ الناس تقول عليا ايه بس؟ وما فكرتش باللي هتقوله الناس عليا انا؟ طب وديني ان ما اتجوزتني لا اكون قايله لجوز امي. يا شيخه روحي كده، هو انت تستجري تقولي له؟ ده كان يذبح الباب. ابوك فين يا زكي؟ انا نايم في اوضته فوق. قدامي وريني اوضته. مين؟ انا زكي. عايز حاجه يا زكي؟ يخرب بيتك يا سعدية. كل دي مخدرات يا حوش. والله رحت في تأبيدك. دور كل حته في الشقه تلاقوا حد مستخبي.
تعرفيش بيشتغل ايه؟ انا بقول لازم مدير بنك، اصله بيلعب بالفلوس لعب وبيصرف زياده عن اللزوم، ولا عربيته يا زكي تهبل تجنن. شيكا بيه كلام من الصبر، يبقى الجدع ده ما يخرجش من ايدك يا مشمشه، قصدي من ايدينا. وانا ملكك يا زيكو. اسف اتاخرت عليك نص ساعه، كان عندي اجتماع مهم فضيته وجيت علشان اشوفك. يا ترى هتكسفيني النهارده كمان؟ انا ما اقدرش اكسفك يا صادق بيه، بس الحقيقه ظروفي ما تسمحش. انت مرتبطه ولا حاجه؟ على العموم انا كنت حريص لما بصيت في صوابعك قبل ما اكلمك. انا فعلا مش مرتبطه، بس حكايه المقابلات دي ممكن تعملي سوء تفاهم ومشاكل في الشغل. لا لا انا مش ممكن اعمل لك سوء تفاهم، انا عشان كده بقول نتقابل بره عشان كمان نعرف نتكلم على حريتنا. اسف يا صديق بيه ما اقدرش. لا مش كده، امال احسن الراجل يطير مننا والف مين تلهفه. الحكايه حياتي محتاجه شويه توابل وبهارات، وشيكا بيه كلام الصبر. توابل وبهارات ازاي؟ ما تعلمني يا استاذ. اقولك انا شايف بقى ان الراجل استوى وطلب الاكل، بس المهم الاول عاوزين نعرف صادق بيه ده يسوى كام عشان ما نشتغلش بلوشي. يعني ظروفه ايه؟ عايش مع مين؟ علشان يا حبيبتي نشتغل في المظبوط وكله يجي مبسوط. اللي انا متاكده منه انه غني جدا، ده بيجي الكافيتيريا كل يوم يتغدى هناك، والفاتوره بتاعته بتوصل الشيء الفلاني، ودلوقتي بعد ما كلمني وبقيت ارد عليه بقى بيفطر ويتغدى كمان. يعني اذا استبعدنا ايام اجازتك نلاقيه بيدفع له 500 600 جنيه علشان بس يشاهد جمالك، مظبوط؟ مظبوط. يبقى ممكن يدفع له 5-6 آلاف جنيه علشان يقابلك، وخمسين ستين ألف. بس 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 بس. حالك حالك، هو هيقابل مارلين مونرو. مارلين مونرو دي مين؟ ده انت مشتاق يعني اللي تفتح الشهاده. بصي بصي لنفسك في المرايه، بالذات ما في ست في الدنيا اجمل والذ من كده. انت لازم تقابل الراجل اللي يقدر جمالك ويفضل يدفع ويدفع ويدفع لاخر ثانيه من عمره. وشيكابيكا لا يمن الصبر. كنت فنان علشان اسجله. ياه عجبك الاهرام للدرجه دي؟ انت اللي عجباني يا مشتاق، من يوم ما شفتك اول مره وابتسامتك الحلوه ما تفرقش عينيا. يا سلام على كلامك الحلو، بتجيبه منين يا صادق بيه؟ يا بخت مراتك بيك. انا مش متجوز يا مشتاق، ست بتاعت الله يرحمها فاتتني من 15 سنه. ما تفكريش ان انا راجل بتاع مغامرات، انا طول عمري جد وملتزم في شغلي وفي حياتي، بس القلب لما يدق حته زياده بتغير الانسان. يعني عايش لوحدك طول المده دي؟ مالكش عيالي ونسوك ولا حاجه؟ ماليش غير ابني سامح، هو اللي كان مالي عليا الدنيا، لكن دلوقتي بيسافر كتير في شغله وببقى حطائم من وحده. ولا يهمك، دول عيال صيح
ما راهمش غير التريقه على خلق الله. ليه يا مشتاق؟ انت عايش مع مين؟ نفسي اعرف كل حاجه عنك. طبعا لما كانش ده يضايقك. ابدا ابدا، انا مستعد احكي لك اي حاجه وكل حاجه، بس بعدين بقى انا لازم اروح حالا. طب هنتقابل تاني امتى؟ ما انت بتيجي الكافيتيريا. انا باجي علشان اشوفك بس، ببقى متعذب وانا حاسس ان كل العيون بتبص لك. ما تصوريش ببقى حجاني قد ايه. عاوز احس ان عينيا انا بس هي اللي شايفاكي انت. لما تيجي بكره هقول لك. بنزين شوية يا زكي، أحسن اتأخرت على الشغل، الساعة بقت 9. هي جاية يعني لما اتأخر على الحصة 10 دقايق، قال يعني بتعلم التلاميذ قوي. بطل غلبة والنبي، وما تنساش ترجع لي الساعة 3، وإذا كان وراك مشاوير ولا حاجة تبقى تدي المفاتيح لعم حسين المنادي. من عينيا، بس ما تنساش تسلم لي على التلاميذ. اشتغل بالعداد يا زكي، بتوع المرور مفتحين عينهم قوي اليومين دول، وانا مش عاوز مشاكل اعمل معروف. يا اخي اتكل على الله وبلاش وجع دماغ على الصبح. المنيرة يا اسطى. سيب يا اسطى والنبي. بين السرايات. بقول لكم ايه، ده تاكسي مش اتوبيس. اللي رايح نواحي الجيزة اهلا وسهلا، اللي مش رايح يوري عرض كتافه. هتتغدى زي كل يوم ولا تحب تشوف البوفيه؟ هستناك النهارده. قلت ايه؟ خليها بكره عشان اجازتي. موافق بس على شرط نقضي اليوم كله مع بعض. شيكابيه كلامني الصبر، بس على الله بقى يحصل اللي في دماغي بالظبط. وايه هو بقى اللي في دماغك؟ بتفهمني؟ اسمع يا عبدو. نعم يا فندم. بيه انا مش هتغدى هنا النهارده. خد اشتري حاجه حلوه لاولادك وروح اتغدى معاهم. امرك يا سعاده البيه. يا حسنين حسنين حسنين. ايوه صاحب البيت. عاوزك تشتري شكلتين انتوريوم وجههم لي الساعه 6 عشان هقدمهم بيه. انتوريوم يا صاحب البيت؟ انتوريوم. ما تعرفش انتوريوم يعني ايه؟ ايوه يا صاحب البيت. امرك يا صاحب البيت. يا ام الخير. ام الخير. نعم يا صاحب البيت. عاوزك تروح السوق اللي جنب بيتكم في عابدين وتشتري راس، عشان في ناس هيتغدى بكره لحمه راس. بس النهارده الاثنين ومفيش لحمه يا صاحب البيت. اشتري خروف واذبحيه وهات لي راسه. امرك يا صاحب البيت. لا بقى مش قادر اكمل. الله الله
امال فين الشباب؟ معقول انت بتلعب كل يوم كده؟ انا بقالي اكتر من 20 سنة، ما عندكيش فكرة الرياضة فادتني قد ايه. زمايلي اللي في سني ما قدروش يمشوا خطوتين، كل تحركاتهم بالعربية. طب بس احسن ما يحسدش الملل لاصحابه. على العموم كفاية كده النهاردة، نغير بقى وبعدين نفطر. اوعى تقول عندي في الكافيتيريا. لا، هنفطر هنا في النادي، وبعدين هستأذنك في مشوار صغير، وبعد كده انا تحت امرك، نروح مطرح ما انت عايزه. اكلم المكتب في التليفون، يكونوا عاوزين حاجه. التليفون فين؟ انا مش شايفه هنا تليفونات. لا، هنا في بيتي والمره اتفرج عليه. بيتك؟ واي نوت. انا طبعا بثق فيك يا صادق بيه، بس مين قالك ان انا بثق في نفسي؟ طب اتفضل اتفضل. شغلك ومونسك؟ صدقيني مفيش حد دخل بيتي وقلبي غيرك انت. قلت لك انت مش قدي، ما سمعتش كلامي. اديك اتكلت يا حلو، وريني شطارتك بقى اللعبه الجايه. لا يا فندم بيه مشتاق. لا ارجوك ما تفهميش غلط. ادخل. بيانات بتاعت المناقصه جاهزه يا فندم، تحب سيادتك تراجعها؟
لا انا مش رايق دلوقتي، خلي رفعت راجعها، بس قدموها قبل الميعاد ما يخلص. حاضر يا فندم. خدمة يا فندم. هي الأنسة مشتاقة برضه ما جاتش النهاردة؟ ما هي واخدة أجازة أسبوع. سيادتك تمر بحاجة؟ لا متشكر. الله، حلو عليكي أول فستان يا مدام، يجنن. شيك جدا. يا ترى تمنه كام؟ 150 جنيه بس. ليه بقى؟ امال لو كان سواري يبقى كام؟ ده صناعة فرنساوي يا مدام، وبعدين في حاجة تانية كمان، الموديل ده مش ممكن تلاقيه على حد تاني غيرك. بقى ده فرنساوي؟ هو أنا مش عارفة الفرنساوي كويس؟ ما علينا، خدي اللي فيه دول. حاضر. ايش ايش ايش، يخرب عقلك يا بت. الله يكون في عونك يا صادق يا اخويا. مع نفسي لانك بسرعه جذبتني ليك، وبقيت كل يوم بستنى مجيك الكافيتيريا، لكن عملتك الاخرانيه خوفتني منك. انت عارف واحده على قدها زي ما حلتهاش غير الشرف، تقوم في لحظه حب ممكن انسى نفسي فيها. عايزني فقد كل حاجه؟ لا يا مشتاق، لا، من هنا ورايح اطمني. انت في عينيا من جوه، أنا غلطان وبعتزلك، مستعد أعمل أي حاجة علشان تقبل يا عصري. وجودك معايا هو كل حاجة، أنا قصدي طيبة، وعشان حبيتك هنسى كل اللي عملته. ربنا ما يحرمنيش منك. ولا يحرمنيش منك أبدا. إنما إيه السياكة دي؟ بقى أنا حملي كده؟ يا إخواتي مش كفاية جمالي؟ ده بس من ذوقك. أبدا أبدا، أنت شيك صحيح. انا فعلا ملاحظ انك دايما مهتميه بمصارك، وده طبعا بيكلفك كتير. تلاقيك بتصرفي كل مرتبك على اللبس، ولا والدك بيساعدك؟ ابويا وامي ماتوا في حادثه في يوم واحد، ما فاتوليش غير الحسره وقله البخت. اتجوزت واحد قريبي كان فاكر اني تحت القبه شيخ، ولما اكتشف الحقيقه رمي بعد 6 شهور. سبت بلدي وقلت انزل مصر اشوف مستقبلي، ومن ساعتها عشت عند واحد قريبي امي، والحمد لله شغل مكفيني وزياده. بس انا شايف ان الحياه بقت صعبه خالص، ومش قادر اتصور ان شابه زيك بجمالك وحيويتك تقدر تامن مستقبلها من مرتبها. شوف يا مشتهى، احنا لازم نعيش مع بعض على طول. انا هخليكي اسعد انسانه في الدنيا. انت هتغلط تاني يا صديقي. انا قلت لك اني مش من اياه. ابدا ابدا، انت برضه بتفهميني غلط. انا قصدي نتجوز. نتجوز؟ ايوه مشتاق، انا بحبك وعاوز اتجوزك.
الحقيقة أنا أكبر منك بكتير، لكن هعوضك عن أي خسارة في حياتك، وهكون تحت أمرك في أي حاجة توزيها. أنا مش هديكي فرصة تعوزي أي حاجة. صدق بيه، سيبني أفكر شوية. في الحقيقة تعبك كان مفاجأة لي. أنا كنت فاكر إن ده شعورك أنت كمان من ناحيتي، وإنك حاسة بيا زي ما أنا حاسس بيكي. أنا قلت لك إن ده شعوري فعلا، بس الجواز مش لعبة. وافتكر إنك قلت لي إن عندك ابن. يا ترى هيكون رأيي إيه في جوازك؟ سامح. سامح ده مش بس ابني، ده صاحبي، وأحيانا بيبقى زي أبوه. يا ما عرض عليا فكرة الجواز كنت أعرفه بشدة لغاية ما لقيت جيت. عليهم هو كاتب كتابه، وإن شاء الله ما يرجع هيسكن في شقة التمليك، والفكرة دي كلها هتبقى تحت أمرك أنت. قلت إيه؟ أنا سعيدة أوي يا صادق إني لقيت راجل زيك أطمن ولا حتى راسي على صدره. طب تعالي بقى شوف المفاجأة اللي أنا حضرها لك. يا سلام على الحظ بقى، الدنيا تدي راجل زي ده كل حاجه، وانا وانت ما كناش لاقيين ناكل بقى. واحنا امتى هينوبنا من الحب جانب؟ قريب قريب قوي 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 يا مشتهى. بس اللي فالقني انك لو اتجوزتيه واتكل على الله واتخرج مش هينوبك من المولد ده كله غير حاجه هايفه. نهار اسود، ليه بقى؟ ما تنسيش ابنه، والشرع والقانون بيقول ان الولد يورث ابوه، وانتي ما يفضل لكيش غير التمن بس. طب وبعدين؟ ملهاش حل؟ ليه حل يا مشتهى؟ مفيش حاجة ملهاش حل. امال انا بمرن مخي ليه وبلعب شطرنج ليل ونهار؟ في ايه؟ الان من ايه زيكو؟ عشان عمال اخطط ازاي اسلمك بايد الراجل تاني، وانا بصراحة بقى مش ضامن. مش فاهمة. مش يمكن تستحلي اللعبة لما تلاقي نفسك بقيتي مرات صادق بيه، وتعيشي في العز اللي عنده ده كله، وترميني انا في الزبالة؟ اخص عليك يا زيكو، ايه البواخة دي؟ طب ده هتعودت افكر بمخك انت، انت الاستاذ، وكل حاجة بتشير عليا بيها بتطلع صح. انا ماليش عيش من غيرك. اهو كده طمنتيني يا مشتهى، بحبك يا بنت. شجرنيك يا لامني الساعة. ده انت صحتك احسن مني يا صادق يا اخويا، بلاش وسواس اموال.
بس قلل المجهود شوية. الله يطمنك يا دكتور. أنا هكتب لك شوية فيتامينات وبعد كده تقدر تمارس حياتك زي ما أنت عاوز. أمال إيه التعب المفاجئ اللي بيحل عليا ده؟ ما أنت عليك عريس يا سيدي. خفف المجهود شوية. أيوة لازم أخفف. أنا هخفف. بتعملي ايه هنا؟ انت اللي مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ ده بيتي ودخلت بالمفتاح ده. انت بقى دخلت ازاي؟ انت لازم سامح مش كده؟ كده عليك نور يا ستي. ما انت شاطره اهو. اقدر بقى اتشرف بسيادتك. انا والدتك. نعم قصدي يعني زي والدتك. أنا مشتهى حرم صادق بيه همام. إيه؟ بقى بابا العفريت ده عملها أخيراً؟ والله برافو عليه. على العموم أنا آسف جداً يا فندم على المقابلة دي. معلش أنا أصلي كنت داخل أتسحب، كنت عايز أعملها مفاجأة لبابا أم جت فيك أنت. على كل حال ألف مبروك يا عروسة. الله. أمال فين العريس؟ راح مشوار وزمانه جاي. حد برضه بيعمل مشاوير في شهر العسل؟ لا لا لا، أنت من أولها كده هتبقي متساهلة معاه. دي سبورت واعبد الحريه الشخصيه. برافو عليك. اهو كده بابا عمره ما هيحس انه متضايق من الجواز. المهم يلا نقعد في الهول على ما يجي وعلشان تحكي لي وبالتفصيل الممل كيف وقع ابي في الحب. اتفضل يا فندم. سامح يا بابا حبيبي يا اهلا سامح. اهلا سامح وحشني قوي يا حبيبي. وانت كمان يا عريس الف الف مبروك. بس مش كنت تكتب لي على الاقل عشان اخطر فرحك؟ الحقيقه ما لحقناش وكمان ما رضيناش نعمل فرح عشان انت مش موجود. بس ايه رايك في العروسه؟ مش تستاهل. وانت عايزه كلام؟ اتعرفت على بعض؟ مفيش من دقيقه واحده بس ما لحقناش نتكلم. بابا جه هو يحكي لك بقى كل حاجه. ها تحب تاكل ايه النهارده؟ ايه اللي كان وحشك وانت مسافر؟ اي حاجه وكل حاجه. انت دلوقتي ست البيت واللي تعمليه ماشي. طبعا اذنكم بقى دقيقه واحده. اتفضلي. البس صغير رجع من اوروبا وعايزين نغدى بقى على مزاج. كده اهو الحمد لله على سلامته. اما انت رافع اسلم عليه ده انت فاضي غلط قوي وحشني. وانا كمان اروح اسلم عليه. اتفضل. شكرا. المعرض دخل سكسي خير لدرجه اني فكرت امد عرضه لكن الحقيقه ما قدرتش. مصر وحشتني خالص. ايه كان في المعرض؟ ده عباره عن ايه؟ حاجه بقى ما فهمش حكايه الفن دي خالص. لو حد شرقيه على ورق البردي الاجانب بينبهروا بالحاجات دي بشكل غريب. انا بقى حاولت انقل البيئه المصريه والفلكلور الشعبي ببساطه من غير تعريض. والله وحشني كلامك ووحشتني عادتك. بس انت عارف القاعده ناقصها مين؟ نجوى. انت لسه ما كلمتهاش؟ اكلمها؟ ده انا هطب عليها دلوقتي حالا زي القمر مستعجل. اما حته مفاجاه وتجوزها كده من غير اي مقدمات. هو يعني عشان الواحد يتجوز لازم يقعد سنين يفكر وهو صادق كان مستني ايه لما يكون نفسه؟ لا بس على الاقل كان يقول لنا علشان. على العموم هي ست لطيفه قوي هتعجبك جدا لما تشوفيها. مؤكد هتعجبني مش ذوق عم صادق. هو اخبار الشقه بتاعتك ايه؟ هو الراجل مش ناوي يشطبها؟ والله يا عامل لسه ما عدتش عليها لكن بابا قال انه لسه قدامها حوالي 4-5 اشهر. على العموم هنت. ايه يا بابي؟ انت عاوز توزعني وتخلص مني ولا ايه؟ بصراحة يعني انت هتفضلوا قاعدين على دماغي امتى؟ ما تقوموا تروقوا شوية كده بس بابا اذنك يا عم يلا بينا. عمرك ما تظبط مواعيدك حرام عليك يا اخي. هو جرى ايه يعني؟ فرقت ساعة ولا اتنين؟ طب هات المفاتيح. اتفضل. الواد النهاردة. بقول لك ايه؟ ما تعملش حسابي بكرة. أنا مش جاي. سلام.
كمان يا مشتاق. وحشتيني. ايش ايه كل وحشتيني قوي يا مشتاق. معقول كل المده اللي ما اشوفكيش واخشيني عليكي؟ انا افتكرت مش هشوفك تاني. فشل تيجي من بقى. تعالي يا مشتاق تعالي. وحشتيني قوي 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 يا بنتي. وحشتيني قوي. معقول شهرين بحالهم؟ طب كنت فوتي ولا بخمس دقايق؟ ما قدرتش ابدا. الراجل ما بيسيبنيش لحظه، على طول رجله على رجلي. ما صدقت انه انشغل مع ابنه شويه. ابنه؟ هو واصل بالسلامه؟ ما هو ده اللي خلاني اخلق حجه باي طريقه واجيلك. بس مش عارفه هعمل ايه بعد كده بصراحه. ابتديت اسق واخاف. العيشه من غيرك سخيفه وملهاش دعم. نسيكو على عمي. لكن بتحبه قوي. هو كمان مش مخليها عاوزه حاجه. ما قالكش قابلها فين ولا عرفت ازاي؟ قالها مين يعني؟ انا مش فاهم ايه الاسئله دي كلها. الحقيقه شكلها مش مريحني ابدا. مش عارفه ليه. يا ستي يا رب. مفيش واحده ست تشكر في ست تانيه ابدا. مالها؟ ما هي جميله وحلوه ولطيفه هي. والاهم من ده كله بابا سعيد معاها. يلا يا صادق. ما انا ماليش في التنطيط ده. الله، انت واقفة هنا من زمان. يظهر انك غرقان في الرسم لدرجة انك مش حاسس بالدنيا. ايه الصورة الحلوة دي؟ ده انطباع كده عن صراع الانسان المعاصر. ايه رأيك؟ الحقيقة انا ما فهمش في الحاجات دي قوي. يا ترى عندك وقت ترسمني ولا هتقولي مشغول؟ يا خبر، مشغول ده ايه؟ يا ريت. هو الفنان عمره هيلاقي موديل حلوة زيك كده؟ ميرسي يا سامح، كلامك رقيق قوي. بس هتقدري توقفي كل يوم ساعتين ثلاثة من غير ما تزهقي او تضايقي؟ جربني كده. نجار. اتفضلي استريحي هنا. لا 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 لا، هو هترسم كده على طول؟ مش تديني فرصة استعد؟ هديك 10 دقايق بكتير واكون عندك حالا. اتفضلي.
اهلا يا عم. اهلا يا بنتي. ايه تعبت من الجري ولا ايه؟ ايوه بنتي، بس انا بجري على قدي واخرج، بس انا مش حبل عمايل الشباب دول. في العجلة دي البابا يلعب بيها شوية، أحسن عضلاته بقت ضعيفة خالص. طيب عن إذنك علشان عايز أغير هدومي. اتفضل. إيه ده؟ دول بس؟ معلش يا حبيبي، أصل نزلت اشتريت شوية حاجات قبل ما أجيلك. لا لا لا، ما ينفعش، أنا محتاج فلوس، فلوس كتير. كم يا؟ 3000 4000، انا لازم اكمل حق التاكس. اسمع يا مشتهى، احنا لازم نتصرف بسرعه، انا خلاص زهقت من اللعبه دي. انا كمان مش قادر خلاص. فين افكارك يا استاذ؟ يظهر الشطرنج مش نافع دلوقتي. انت احسنك بقى تقعد على القهوه وتلعب لك 10 طاولة. الله 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 الله، بتتريق على زيكو يا مشمشه، هي حصلت؟ اعمل لك ايه؟ سايبني كده لما الحكايه بينها تقلب بغم. ما انت كمان مش عارفه ترسمها على الواد صح. انا كنت فاهم انك من اول نظره هتجيبي الارض وينزل يزحف عشان يبوس رجليكي. طلع جدع، لا بيزحف ولا بيبوس. خلاص الخطه موجوده، بس المهم التنفيذ. طب ما تقول يا استاذ. ازيك يا سامي؟ تعالى بابا، في حاجة مهمة لازم أقولك عليها. في ايه؟ تعالى بابا. أنا لا يا بابا، أنا عايز أصل بابا، بابا أنا مش عايز فلوس. خد يا راجل، انت وراك مصاريف فسح مراتك. والله معايا. امال في ايه؟ في حاجه بابا؟
شويه حاجات تجنن. معقول يا شاهد؟ ده انا الدولاب بتاعي مالين هدوم ما استعملتهمش. يا حبيبتي اهتمي بروحك شويه. ما انت روح يا صادق وجبت شويه بنطلونات ومظل سامح. هو رجع ولا لسه؟ برافو عليك، هو كان هنا من شويه بس ما اعرفش متضايق ليه. حاولي تعرفي منه. ما تخافش، ليه متخانق مع نجوى ولا حاجه؟ متخانق؟ ايه اتخضيت كده ليه؟ انا هروح اشوف. متخانق؟ قيس دول وشوف بقى زوي هيعجبك ولا لا. ايه مالك؟ في حاجه مزعلاك يا حبيبي؟ تعالى بس ابوك بعيد مش حاسس بيه. انت ايه؟ انت ايه؟ عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ مش عارف لغايه دلوقتي انا مش عارف عايزه منك ايه؟
سامح ابني يعمل كده؟ استاذ سامح يا فندم. لا يا عكير تتحكم على مراتي انا؟ تتحكم على مراتي ابوك؟ ما تصدقش يا ماما ما تصدقش. ده ايه الكذابه والقذره والجبر؟ ارجوك يا فندم اتفضل اسمعني. والغريبه اني قلت لك اكتر من مره ان شكلها مش سهل وما صدقتنيش. لكن اللي مجنني اللي مجنني يا بابي ان ازاي عم صادق ممكن يصدق واحده زي دي ويكذب سامي. الراجل معذور يا نجوى، الحكايه مسبوكه قوي ودي تجرح احساس اي راجل. انا كان لازم اسيب البيت من اول ما حسيت انها بتعمل حركات مش طبيعيه. لو كنت مشيت ما كانش ده كله حصل. طب ما تحاول تقابل والدك وتفهمه ان هي اللي دبرت الحكايه دي كلها. بابا دلوقتي مصدوم ومش مستعد يسمع اي كلام. يمكن لما يفوق من الصدمه يقدر يفكر بهدوء وعقل. يا حبيبتي مالك؟ يا مصيبتي يا اخواتي، يا مصيبتي من بعدك ليه كده يا ربي بس؟ حصري بس يا مشتاقة تاني. ابنك مش هيسيبني في حالي، أكيد هيبهدلني ويمرمطني. وأنا رحت فين؟ هو أنا هخليه يعتب البيت ده تاني؟ ربنا يديك طول العمر يا صادق. أنت هتفضل من سنة سواء أنا عايش أو مش عايش. ما تكملش. ربنا يجعل يومي قبل يومك يا حبيبي. بعد الشر عليكي. دي حاجة بتاعت ربنا. وانا علشان اضمن لك مستقبلك هشتري لك عزبه فواكه من ناس معرفه. اما الكلب ده رغم اللي عمله انا مش هقدر اخلف ضميري واحرمه من مراس. مهما كانت الحال ده ابني، ولو عملتها الناس هتاكل وشي. هي ام الخير مش راجعه النهارده ولا ايه يا عم عبد؟ لا يا استهان، انت قالت هتقعد كام يوم في البلد مع اولادها. يعني مستغنيه عن الشغل؟ طب ما نشوف لنا واحده ولا هنقعد كده؟ انا مسافر العزبه دلوقتي، على الله لك واحده تيجي تساعدك في البيت. ويا ريتك يا بيك شوف واحد كمان طباخ. قصدي في الحقيقه انا تعبت من الخدمه وابني مش عاوزني اشتغل في البيوت. اذا خلاص نفسه كبرت. يعني ايه؟ كلكم هتسيبوا البيت يضرب يقلب؟ البركه في الهانم، عامل بيحسها. هتتاخر يا حبيبي؟ بكره الصبح اكون عندك يا حبيبتي. انا اتصلت بالحاج يوسف موضب لي العقود وموضب لي كل حاجه. قوم يا يوسف. خلاص يا مشمشة هنبقى من اصحاب الاملاك. مش قلت لك يا بنت الدنيا هتتحك لنا؟ يا سلام، بنت زي كده قشطه وملبن اتخلقت طبعا عشان تعيش في عزبه فاكهه، مش تقرفص فوق السطوح. صحتك يا قمر. بصحة افكارك يا زيكو. نقضي ليلة زي بتوع الألف ليلة وليلة دول. بتفكري في ايه؟ هنقضي السهرة هناك وارجع انا على وش الفجر. انت بتتكلم جد ولا سكرت؟ انا عمري ما كنت جد زي دلوقتي.
طب يلا بينا. يلا بينا. تبقى ألف نيلة ونيلة. ولو ما ماتش هيصحى ويودينا في داهيه.
ليه يا زكي؟ هنخلص منه هو وابنه مره واحده. نهار اسود. قولي يا نهار ابيض. انت دلوقتي هتكلمي الواد تقولي له ابوك عيان او لازم تيجي تشوفه. الواد مش هيكدب خبر. اول ما يوصل تصوتي وتلم الناس وتقولي الواد قتل ابوه. مات ازاي؟ انت مش بتقول انه لسه عايش؟ هدش دماغه بدي اول ما يجي يلاقيه خلصان. بس هو تفتكر انه هيصدقني بعد كل اللي عملته فيه؟ لا لا لا، هيفتكر انه ملعوب تاني. اول مره تفكري صح. ومش بعيد الواد يبلغ البوليس قبل ما يجي علشان يامن نفسه ونروح احنا في ابو نجلة. والعمل يا زيكو؟ الحكايه محتاجه شويه تفكير. صباح الخير يا بابي. صباح الخير يا بنتي. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ هو انا عرفت انام؟ سامحته لي الليل سهران. حالته النفسية تعبانة خالص. أصله كان عاوز يروح لبابا وخاف. لأنه ما راحتش في النوم إلا وش الفجر. الحقيقة الحكاية دي بخت قوي. مش معقول موقف صادق ده من ابنه. بابي، أنا بفكر أروح لعمي وأتكلم معاه. إيه رأيك؟ وماله يا بنتي؟ أنت هيتكسف منك ويسمعك. طب إيه رأيك لو رحنا سوا بعد الظهر؟ لا معلش يا بابا، مش هقدر أستنى. سامح قلقان خالص. وانا كمان. اللي تشوفيه يا بنتي. مية. من الهوا تيجي بدري كده؟ لا مش عارفة. بلاش نفتح احسن. لا لا، انت تفتحي عادي. اللي بيحصل كل يوم لازم يحصل عادي عشان محدش يحس بحاجة. قومي قومي تفتحي. قومي. صباح الخير يا شباب. صباح الخير. جميل. متشكر. احضر الفطار. احضر. كلمته في نص الليل، ما تأخرش أبدا وجع على طول. حضرتك عارفة يا هانم،
ناوي اخلص منك. لكن خلاص يا حلو، انت اللي جبته لنفسك. هموتك هموتك، بس ما تخافش، انا هختار لك موتة تليق بمقامك. اتخرجت بس يا زهر ترجع تاني. انا لازم اسيب هنا فورا. يا بسيطي، هو انا اعمل ايه لوحدي؟ لا انت ما تسيبنيش لوحدي ابدا. الكلام بتاعك ده، ما انا لو قعدت انا وانت هنا هروح في داهيه. انا لازم اقعد لوحدي، لازم افكر بهدوء. وبعدين فيها ايه؟ جوزك راجل كبير وجات له حاله في القلب عملت له شلل، ما فيهاش حاجه. كل ما تم المنبر بتاعتك ولا احنا لا شفناها ولا جربناها. تعالوا معايا شوفوا السكه. عم صادق حالته صعب، ده مش قادر ينطق، شكله زي ما يكون عاوز يقول لي حاجه، بس مراته ما ادتنيش فرصه افهم. والدكتور اللي جايبينه ده كمان شكله غريب قوي، لا معاه شنطه ولا روشته ولا حتى قلم، حاجه تقلق. حبيبي يا بابا، بابا انت عايز تقولي حاجة؟ ايه اللي حصل؟ اقدر اقعد معاك لحد ما تخف؟ انا مش ممكن حسيبك لوحدك ابدا، انا بعت اجيب دكتور وان شاء الله هتخف وتبقى عالم. ايه اللي جابك؟ انت بتطلب نقطة واحد ورا التاني؟ عايز منه ايه؟ مش انت اللي جبت له الهم والمرض من عاملك الصورة دي؟ بذمتك انا عرضتلك، انا لمستك، انت ليه عملت كده؟ كان قصدك ايه بالظبط؟ يعني بتبلى عليك؟ بلقح جدتي؟ اسمع، انا ما اقدرش اعيش معاك تحت سقف واحد. الراجل عجز ونزل من وشه. ما تخافيش، احنا مش هنكون لوحدنا، مراتي هتقعد معانا. مراتك يعني ايه بقى؟ انت عاوزين تورثوا راجل بالحرق؟ ملوش لزوم الكلام ده، انا هنقعد لحد الدكتور ما يطمننا عليه. ما انا جبت له دكتور. وماله؟ دكتور واتنين وتلاته لحد ما نطمن خالص. عندك مانع؟ حبيبي يا زكي. ايه حصل؟ ايه الراجل اتكلم؟ لا لسه، بس ابنه ومراته جم بلطوا في البيت، ما بقتش اقدر اقعد معاه خمس دقايق على بعض، على طول الاقيهم ماتوا فوق دماغي. انا خايفه يا زكي، انا بفكر ما ارجعش هناك ابدا. تبي اكيد اتجننتي. احنا بس لو نقدر نفتح الخزنه وننهى قرشين يبقى استريحنا، لكن كده لا طولنا بلح الشام ولا حنا باليمن. اللي فليني ومجنني انهم بعتوا يجيبوا دكتور كبير قوي. دكتور غيري؟ ليه؟ ما عجبهمش تشخيصي ولا ايه؟ ده كده المسائل هتبقى اتنيلت بستين نيله. خدي الدواء ده، كل شويه تديله حبايه او معلقه اريحك هناك. عشان يحصل له حاجه واقفه ده. ما تخافيش، وشويه فيتامينات. يلا اسبقيني على هناك. بس ابقى الحقني بسرعه يا زكي. انا من دلوقتي الدكتور متولي جبل. يلا بسرعه روح. حاضر. ان شاء الله كل خير، بس هو يمشي على الادويه. يعني هيخف ولا لا؟ المساله معقده شويه وعايزه عنايه. على العموم انا هبعت ممرض من عندي يديله الحقن والدواء في الميعاد. وليه ممرض؟ انا مراته واخدمه بعناية. انا عارف يا ستي هاني،
بس الحكايه يمكن تطول شويه وبعدين ده يبقى تعب عليك. أيه. عن اذنك. متشكرين قوي يا دكتور، بس هتبعت تمام جدا بكره الصبح ان شاء الله. متشكر قوي. طلع وانا الدكتور عز الدين فهمي. وازاي بقى يا دكتور عز تيجي تعالج واحد مريض انت عارف كويس انه بيتعالج عند دكتور زميل ليك؟ دي اخلاق المهنة يا دكتور؟ اهلا يا دكتور. سلام عليكم استاذ سامح. اهلا 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 اهلا. الحقيقة انا قابلت الدكتور عز الدين بره وانا داخل. الحقيقة اتكلمت معاه ولقيته ناوي عك. يعك؟ ايوه، اصله من المدرسة الكلاسيكية القديمة في الطب، والحقيقة العلاج اللي بيستخدمه مع الوالد بتاع حضرتك علاج مفعول وبطيء جدا، يعني موت يا حمار على ما يجيلك العليق. انت مش عاوز والد حضرتك يخف؟ اه طبعا طبعا. خلاص سيبني عليه وانا خففهولك. الحقيقة ان شاء الله مش هياخد في ايدي غلوة. وشيكا بيكا لايمني الصبر. نعم. قصدي لايمني على الفوزيتا بعد اذنك انا طالع. اهلا دكتور متولي جبل. اهلا يا هاني. يا سيد ازيك يا صديقي بيه دلوقتي؟ لا عال 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 عال، دي كلها يومين وهنخلص خالص ان شاء الله. انا متهيألي ان صحته اتحسنت شويه. اتحسنت؟ ايوه. اه طبعا بفضل الادويه اللي انا بديها له. لو سمحتوا يا جماعه بعد اذنكم شويه علشان عاوز اكشف على المريض. اسمعني يا هاني حضرتك لو سمحتي علشان تساعديني. ممكن انا اساعد سيادتك؟ انا شايف مدام مشتاقه تعبانه. لا ابدا، انا كويسه جدا واقدر اقف مع الدكتور. فين الفلوس يا سالم؟ قول يا سالم الخزنه بتفتح ازاي؟ شاور اتكلم قول اي حاجه. ما تكلمنيش. وطي صوتك ليكون حد منهم على الباب. اسمع يا صادق، احنا مش عايزين حاجه غير الفلوس. قول لنا الخزنه بتتفتح ازاي واحنا هنسيبك في حالك. ها اتكلم قول. لا ما الطريقه دي مش نافعه. انا اكتب لك على نفسه اجيب عجله خالص ما دام بيستهبل كده. مش عايزين اي مساعده؟ ده كويس قوي يا مدام ان حضرتك جيتي. تعالي ساعديني اغير الملايات. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله عليك يا استاذ سالم، اسم الله عليك يا اخويا، اسم الله عليك. لا حول ولا قوة الا بالله. ده راجل صحته كانت زي الفل، ووعدني بعد يومين يخلص عملية البيع. ربنا يجيب الشفا. يا رب. والله يا ست هانم العود جاهز. ولقى بس على الامضة واسم حضرتك. لكن معلش انا برضو مش هصرف فيها، وان شاء الله تكون من نصيبه، بس يشد حيله ان شاء الله. ادعي له يا حاج الهي يخليك. ربنا عالم يا ست هانم. اي خدمات تانية يا ست هانم؟ اديته الدواء؟ ايوه. تفتكر يا حلمي صحته اتحسنت ولا حاجه؟ قصدي يعني ابتدى يتحرك ولا لسه؟ ربنا كبير يا ست هانم وقادر على كل شيء. طيب ما تتأخرش بعد الظهر. قبل الساعة 6 هكون هنا إن شاء الله. طيب والنبي يا ابني أقدر أطلع أطمن عليه لو أمكن؟ أوي أوي يا حاج يوسف اتفضل. يا رب. Thank you.
خالص. ما دام الحاج يوسف اكد انه راح يشتري لك العزبه يبقى المساله هتتحل. هتتحل ازاي بس وانا شايفه انها اتكربست على دماغنا خالص؟ اتكربست ده ايه؟ الله، ده انا زيكو والاجر على الله مش بيشة. طب فهمني بس هتعمل ايه؟ هنلبس سامح العام. ما دام حس بنيه ابوه خاف لا يحرمه للميراث ام قتله. يعني عايزني اعمل ايه تاني؟ انا خلاص يا زكي اعصابي باظت ومش قادره. الله، هانت يا مشميشه، كلها يومين ثلاثه وتلاقي صادق بتاعك ده مشرف في البساتين والدنيا هترجع تضحك لنا من تاني. يعني عاوزني اموته يا زكي؟ ايوه نموته علشان نعيش احنا. يا خبر اسود، لا يا زكي، العمليه كانت مجرد نصبه من اللي بنصيبها كل يوم، انما نيتي لا لا يا زكي انا ما اقدرش. جرالك ايه؟ انت هتيجي على اخر وتبوظيها. مفيش حلاوه من غير نار يا مشمشه. انا مستحيل اعمل حاجه زي كده. شوف لك طريقه نخلص بيها من الورطه اللي احنا فيها دي. ان شاء الله نرجع في كلامنا. نرجع في كلامنا ده ايه؟ الله، هو لعب عيال؟ انت اكيد اتجننتي. بالعكس، ده الجنان اننا نقتل. بكره تبوسي ايدي لما تعرف ان ابو الزيك كان غرضه هناكي. الله، ما بلاقيش كده يا بيت. اضحكي اضحكي بقى مش ماشى، اضحكي مار شيكابيكا الايام من الصبر. يلا يا حبيبي شد حيلك بقى احسن الدلع زاد عن حده. واعمل حسابك اول ما تخف هنسافر بره على طول علشان ننسى الايام السودة دي. مش كنت حضرتك تستنى لما يجي حلمي يديله الحنة؟ ما اقدرش استنى اكتر من كده، الراجل لازم يخف يقف على رجليه. هي دي حنة ايه؟ يعني لو قلت لك هتفهم؟ هو الطب خلاص اي حد يسال فيه يا استاذ ولا ايه؟ معقول يا دكتور تضرب الحقنة وانا واقف؟ حنك انت عني يا سيدي، انا راجل بسيط مش معقد. لو سمحت يا دكتور متولي، خلي حلمي هو اللي يديه الحقنة. ده ايه يا استاذ سامح؟ انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا العفو، بس والدي واخد على ايد حلمي، قصدي يعني ان حلمي ايده خفيفة والوالد ما بيحسش بالابه. ده انا مفيش اخف من ايدي. وعلى العموم اتفضل يا سيدي. ايدك سايبه ليه؟ انت مريض ولا ايه؟ دي حتى حقنه ناقصه في السوق. معلش يا دكتور معلش، حصل خير؟ خير منين بس وانتم مكربسين فوق دماغي؟ مش عارف اشتغل يا عالم. على قول خلاص، ابقى اجيب له واحده تانيه بالليل. تعبناك معانا يا دكتور. لا لا تعب ولا حاجه، هو انا ليا بركه يا غزالي بيه. سلام عليكم يا غزالي بيه. شيكا بيك يا من الصبر. انت مطمن يا زكي؟ قلتلك مطمن، هنخلص منه يعني هنخلص منه، والواد ابنه هنلبسه القضية. يا رب. بتدعي ربنا يوفقك في جريمة قتل. سامحها يا رب، دي بريئة وساذجة، سامحها. طب انا همشي بقى لحسن حد يشوفنا. ها سلام. سلام. Thank you.
قوي يا سامح. ربنا يعدي الأزمة دي على خير. ربنا معنا. الدنيا هتضحك لنا يا مشمشة.
يا ابو الزين. ايه ده؟ انت ايه؟ بسبعة ارواح؟ انا يا ابني خفيت من تاني يوم، بس كنت مستني ما تقع في رجليك بالمصيادة. انت فاهم نفسك استاذ؟ ده انا الاستاذ.